مع حفظ الألقاب طبعا للجميع في جملة صغيرة، انطباع نفسي عن تلك الشخصيات. المستشار عدلي منصور، يعني هتقدر تقول انه هو انسان متزن عاطفيا، متزن يميل عاطفيا، يميل لا قلت متزن عاطفيا، احنا بنسميها متزن ايموشنال ستيبل، متزن عاطفيا ده معناها ان هو الافكار بتاعته ما تطلعش هباء، نعم تبقى بناء على اتزان، نعم غير اندفاعي، دي مهمه جدا، ما يقولش الكلمه اللي هو يعي معناها، وده هي اللي احنا بنسميه الى حد ما يعني انسان الاتزان النفسي والعاطفي بتاعه يؤهله ان هو يقدر يحكم بالعدل. حازم الببلاوي، يعني اتحط في موقف اي وزير، اي وزير، ودي مشكلة كبيرة جدا عندنا في مصر، ان الاعلام اصبح عنده استبداد بحيث ان هو بيهاجم اي وزير او وزيرة يحاول يعمل اي شيء من غير ما يخش بعمق في الموضوع. انت تتكلم عن الوضع النفسي للاعلام والاعلاميين بشكل عام، انا بقول لك ان هم يعني هو جه في وقت لا يمكن انسان يقدر ينجح في هذه المدة مع كل الحاجات اللي متلخبطة دي، واعتقد ان هو استطاع انه يلم بعض الاشياء. في بعض الناس بيتهموه بالضعف، في بعض الناس بيتهموه ان هو بطيء، في بعض الناس بيعموه، ولكن هذه هي صفة برضو عشان السن، يعني السن الكبير ما بيقدرش يعمل حاجة ابتكارية مراوغ ثورية. هل هو مراوغ عفوا كما يصفه البعض؟ لا، والسياسة هي مراوغة، نعم ياريت يكون مراوغ، ياريت يكون مراوغ، هي السياسة كلها مراوغة. عبد المنعم أبو الفتوح، أنا أعرفه شخصيا، لكن كان أما كان أمين اتحاد الأطباء النفسيين العرب كنت شايفه في شخصية مختلفة خالص عن اللي موجود دلوقتي. يعني هو ما هو الفرق؟ يعني هو كان ملتزم بأعمال كتير قوي إنسانية بيعملها في لجنة الإغاثة في اتحاد الأطباء النفسيين العرب، وكنت شايف منه مصداقية شديدة جدا وتعاون روح الفريق ومتجاوز لذاته. اليوم لا، يعني إلى حد كبير دلوقتي أصبح عملية السلطة، والسلطة دي يبدو أن هي بتفرز اللي احنا بنسميها مفرحات النفوس الربانية في مخك، يعني احنا مخنا فيه أفيون وحشيش وخمرة في كل حاجة، ربنا خلينا ده مش محتاجين الحاجات اللي بره خالص، ولكن يبدو ان السلطة بتزود ده زيادة عن اللزوم، بحيث انك انت تسيب السلطة بيجي لك انهيار شوية. فهو كان عنده امل كبير قوي في السلطة، وبعدين السلطة راحت منه، بيحاول تاني، فدي برضو بتعمل تأثير في الناحية النفسية. يعني ما ينطبق على عبد المنعم ابو الفتوح ينطبق على حمدين صباحي؟ لا، حمدين ممكن ان هو يعني متلازم مع نفسه، انا ما اعرفش يعني التاريخ بتاعه كله، غير ان هو طالب كان بيساعد عبد المنعم فتوح، يعني وده كان رئيس الاتحاد وده كان نائب رئيس الاتحاد افتكر على حسب الكلام ده، هو ولكن هو مؤمن بافكار ناصرية حقه وليه معارضة، ولكن ما افتكرش ان هو حاد عن اي شيء عاوزه، لكن تقربه من السلطة برضو خلى الانسان يختل. لما تقرب بالسلطة وانت عندك قوة حسبية وراك قوية غير جدا لما تقرب بالسلطة لوحدك. هل هناك عنده من صفة نفسية معينة، من سلوك نفسي معين يمكن ان يعطى لحمدين صباحي؟ لا، بس هو ساعات بيتأرجح في افكاري، وده ما تروش ده حاجه وحشه، ولكن يعني زي ما احنا بنقول متسلق الذكي بس هو اللي يقدر يغير افكاره، متسلق كما ايضا بعض اقسامي يصفونه. ما اعتقدش يتسلق، يعني متسلق يتسلق يعني تسلق في انه ما كانش في وظيفه حكوميه مثلا انه بيتدرج ويتسلق لحاجه، ده هو عمل حزب وكان عنده امل انه يقدر يخدم بالاسلوب بتاعه ده، هو ما انتخبوهوش، وكان نمرة 2 او نمرة 3 او نمرة 4، الانتخابات الجاية هتشوف اذا كان الحزب بتاعه قدر يأثر في الشعب وقدر يصل له ولا ما يأثر. عمرو موسى، يعني لا شك ان هو برضو اقول لك ان هو رجل متزن عاطفيا والى حد كبير عنده يعني المراوغة عظيمة جدا، ودي السياسة يعني السياسية ومراوغة
كان عنده أمل طبعا في السلطة، ولكن استطاع بذكائه ان هو ينزل السقف بتاع التطلعات، وان هو ممكن يتعاون حتى في المستوى اللي مش هو رئيس. حازم صلاح ابو اسماعيل لا شخصية لطيفة يعني من ناحية نفسيا، كيف لنا ان نوصف تلك الشخصية؟ لا يعني نرجسية وعشق للذات غير طبيعي زين عن اللزوم، مع نوع من انواع التطرف في كل الصفات، وبيتبع مذهب التقية ان هو ممكن يقسم على اي شيء كذبا. هم كتير قوي من الطيار الاسلامي بيعملوا كذا. صفوت حجازي دي شخصية كوميدية، يعني ما ادري شو الاخير، شخصية كوميدية الفاظ غريبة جدا لا تصلح انها تطلع من واحد سياسي ابدا او حد ديني او حد اي حاجة، واعتقد ان هو عنده أزمة هوية نفسية شديدة جدا، أنه مش قادر يصل لأي شيء، إمكانياته لا تسمح له بذلك، وبالتالي هو في أزمة هوية. محمد البلتاجي، دكتور محمد البلتاجي والدكتور العريان كانوا أطباء وكانوا في نقابة البتاع وكانوا أعضاء في مجلس الشعب، وكنا بنعمل القانون بتاع الصحة النفسية، وعلاقتي بيهم كانوا ناس يعني دماثة الخلق غير محولة، وكل شيء اللي شفناه منهم بعد كده تدل ان هم عندهم قدرة على ان هم يخبوا المشاعر الحقيقية ويوروا حاجة تانية خالص غير التطرف الشديد والالتزام بفكرة خاطئة بغض النظر عن اي صداقات اي محبة اي شيء. ياسر برهامي، اعتقد ان هو واخد موقف الى حد ما عقلاني، ما غلبش فيه العملية اللي هي العقيدة اللي هو بيؤمن بيها اللي هي ممكن جدا عكس اللي حاصل، ولكن قدر ان هو يركب الموجة بطريقة صحية ويتأرجح في افكاري بحيث ان هو يتمشى مع الواقع. طيب رجب اردوغان، ده برضو متلازمة السلطة اصبحت دلوقتي، يعني يقال ان اكتر صحفيين في العالم معتقلين في تركيا، اكتر واكتر واحد لا يقبل النقد ولا يقبل اي حد يختلف في فكره عنه هو، وعمل زي كل بتوع الثورات اللي هم انتهوا، ولكن هو شخص ظل انتفاخ ذاتي زيادة عن اللزوم اكتر من قدراته، وان هو حسن الاقتصاد مش هو لوحده مع الناس كلها اللي حسنوا، ولكن اعتقد ان هو هذه النرجسية وعشق الذات والفكر، يعني ما تصدقش ابدا ان هو بيشتغل عشان الاسلام وبيشتغل عشان السلطه زي اللي حاصل هنا، ما ليش دعوه بالاسلام خالص. عاصم عبد الماجد برضو ده شخصيه هزليه كوميديه متطرفه لا يمت للوطنيه باي صله اطلاقا، ولا يهم الا وجوده في السلطه في مع الجماعه. الامير حمد امير قطر، يعني السلوك اللي هو شايفه وجه، يعني لاحظ ان هو ده انقلب على ابوه، واللي ينقلب على ابوه دي سمات عندنا احنا في علم النفس الطب النفسي يخليني مش لا احترمه بس لا اثق فيه، مفيش علاقة اقوى من الابوة والامومة، ان الواحد يخلع ابوه او امه من السلطة عمري ما أقدرش أثق فيه. سأطرح عليك بس بعض الأسئلة نهائيا.